مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. كلنا زعلانين، مفيش شك كلنا زعلانين، وعايز أتكلم مع حضراتكم معلش بكل أمانة وبكل صراحة دلوقتي. زعلانين على خروج منتخبنا من سباق المونديال. كان في أمال وطموحات كبيرة جدا جدا للشعب المصري لوصول منتخبنا للمرة الثانية على التوالي في إنجاز، ما تكررش ليه طبعا كاس العالم قطر 2022. لحظة مصارحة لازم نتكلم عليها، وللأسف للأسف للأسف لحظات المصارحة في تاريخ الكرة المصرية بقى كتير قوي. بعد كل إخفاق، بعد كل هزيمة، بعد كل انكسار، الدنيا بتقوم ما بتقعدش. لازم يا جماعة يكون في تغيير، لازم يكون في خطة، ولازم ولازم ولازم. للأسف الكلام ده بيتكرر، وتلاقي بعد 4 5 أيام، بعد أسبوع، الدوري المصري بيرجع تاني، وكل بينسى كل حاجة عن الكرة المصرية، وبنخش في دائرة المنافسة المحلية. وللأسف لغاية دلوقتي وأنا بتابع السوشيال ميديا وكل البرامج مقتصرة بشكل سطحي جدا على المشكلة اللي احنا واقعين فيها. بعض البرامج وبعض النقاد اتكلموا عن الطموح، هنعمل ايه الفترة اللي جاية. ده مهم جدا، وانا من خلال المحترف ومن خلال حضراتكم هديكوا نموذج لألمانيا ونموذج لأسبانيا، ازاي الدولتين دول اشتغلوا. بتكلم على ألمانيا وأسبانيا، ازاي لما جه لحظة الانكسار ولحظة يعني المصارحة ازاي الناس دي اشتغلت. لكن خلينا نتكلم قبل ما اتكلم على ده وعلى ألمانيا وعلى أسبانيا، خلينا نتكلم كل أمان. المنتخب السنغالي منتخب قوي، يستحق الوصول لكأس العالم؟ نعم يستحق الوصول لكأس العالم. منتخبنا يستحق كل التقدير والاحترام؟ أيوة، اللعيبة تستحق كل التقدير والاحترام في مش هقول حدود إمكانياتنا، لأن ممكن إمكانياتنا تكون أفضل من كده، لكن في حدود إن أنت بتلاعب فريق كل لعيبته بيلعبوا في الدوري، في الدوريات الأوروبية الكبيرة، فريق اتبنى، مش فريق بالصدفة، فريق اتبنى خلال 7 سنين اللي فاتوا. هذا الجيل هو أفضل جيل للمنتخب السنغالي. عملوا ده إزاي؟ ده اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه.